إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى وأحسنوا، فإن الله يحب المحسنين، وتوبوا إلى الله جميعا فإنكم إليه لا محالة راجعون. عباد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى متعلق بشيئين: معرفة وإثبات، والثاني قصد وإرادة وطلب. فالأول هو المعرفة والإثبات، وهو يتعلق بمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وكمالاته، ويندرج في هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والثاني وهو الإرادة والطلب والقصد، ويندرج فيه أعمال الخلق وإخلاصها لله سبحانه وتعالى، ويندرج فيه توحيد الربوبية. وأعظم ما فيه الذي يقوي توحيد الله عز وجل هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله سبحانه وتعالى أصلها هو معرفة أسمائه الحسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله بذلك. ففي الحديث المتفق عليها عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا يعني أن الله عز وجل عنده 99 اسما فقط، بل أسماء الله عز وجل التي ذكرها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 اسم، وفيه أسماء لله عز وجل استأثر بها عند نفسه. وإحصاء هذه الأسماء يعني تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة. ويشتمل ثلاثة أمور: أولها معرفة ألفاظها، أي معرفة ألفاظ هذه الأسماء. الثاني إدراك معانيها، أي إدراك معاني هذه الأسماء. الثالث التعبد لله بها، وهو التعبد بآثار هذه الأسماء ودعاء الله عز وجل بهذه الأسماء، فقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء بأسمائه سبحانه وتعالى يستوجب علينا معرفة معانيها، فيقال: يا رحمن ارحمنا، ولا يقال: يا جبار اغفر لنا، بل يقال: يا جبار انتقم لنا، فيجب أن تتناسب المعاني مع المطلوب. فأعظم هذه الأسماء الاسم الأحسن الله، هذا الاسم الجليل الجميل، ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف بها. فمعنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ومن أسمائه ما يدل على أنه موصوف بكمال الرحمة وسعة البر والإحسان وكثرة المواهب والحنان والرأفة. فمن هذه الأسماء: الرحمن، الرحيم، البر، الكريم، الأكرم، الوهاب، الرؤوف. فهذه كلها أسماء الله تعالى: النصير، القريب، المجيب، النور، الهادي،
الوهاب، اللطيف، العفو، الغفور، الغفار، التواب، الستير، الشافي، الرفيق، الودود، الحليم، المحسن، المعطي، الولي، المولى، الحفيظ، الحافظ، الشكور، الشاكر، والمنان. ومعناه كثير العطاء، عظيم المواهب، واسع الإحسان. فلا منان على الإطلاق إلا الله وحده، له المنة على عباده، ولا لأحد منة عليها. ومن أسمائه ما يدل على أنه المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرع بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها وأتقن صنعها وهداها لمصالحها. فمن تلك الأسماء الخالق، الخلاق، الرب، رب العالمين، الرزاق، الرازق، القيوم، الحسيب، الكافي، الكفيل، الوكيل، البارئ، ومعناه الموجد للأشياء بعد العدم، المصور، ومعناه الموجد للكائنات والمخلوقات على الصورة التي يشاء، المقيت، الذي أوصل لكل الموجودات أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحده. وأيضا من أسمائه ما يدل على أن العالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها وسكناتها لله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأسماء العزيز، الجبار، المتكبر، القاهر، القادر، المقتدر، المتين، ومعناه الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، الوارث، ومعناه الباقي بعد فناء الخلق، الحي الذي لا يموت، إليه المرجع والمنتهى. وأيضا من هذه الأسماء الديان، أي المجازي المحاسب يوم القيامة. وأيضا من أسمائه ما يدل على أن له سبحانه جميع النعوت العظيمة الشأن التي تفرد بها. فمن تلك الأسماء الملك، المالك للملك، الحي، الأحد، الواحد، الوتر، الصمد، ومعناه السيد العظيم الذي كمل في علمه وحكمته وحلمه، الذي كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته. فهو تصمد إليه وتقصده كل الكائنات في جميع شؤونها سبحانه وتعالى. وأيضا من هذه الأسماء الواسع، وهو واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. وأيضا من أسمائه ما يدل على أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، منزه عن مماثلة أحد من خلقه. فمن تلك الأسماء السلام، ومعناه السالم من كل عيب وآفة ونقص. القدوس السبوح، ومعناهما تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، وتبرئته عن كل ما يضاد كماله وينافي عظمته. الطيب، ومعناه أنه مقدس ومنزه عن النقائص والعيوب كلها، لأن أصل الطيب الطهارة والسلامة من الخبث. وأيضا من أسمائه ما يدل على أنه مطلع على جميع الأشياء، أحاط علمه بالظواهر والبواطن والخفيات والجليات والماضيات والمستقبلات، وسمع جميع الأصوات خفيها والجليات، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها. وأحاط علمه سبحانه وتعالى وقدرته وسلطانه وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات. فهو المحيط، الرقيب، العليم، السميع، البصير، الخبير، ومعناه العليم بالأمور الخفية التي في غاية اللطف والصغر. ومن باب أولى فهو عليم بالظواهر والجليات. المهيمن، وهو المطلع على الخفيات،
وعلى خفايا الأمور وخبايا الصدور. الشهيد وهو المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. عباد الله، واسمعوا قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد هو الميل في معناها أو في ألفاظها أو في التعبد بها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فهي وصية ربكم للعالمين للأولين والآخرين. عباد الله، ومن أسمائه ما يدل على أنه سبحانه لجله جميع المحامد والمدائح كلها، وهي جميع صفات الكمال، ويحمد على آثارها ومتعلقاتها، فيحمد على كل تدبير دبره ويدبره في الكائنات، ويحمد على ما شرعه من الشرائع وأحكمه من الأحكام، فهو سبحانه الحميد، ومعناه الذي له الحمد كله، المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو المجيد، وهو واسع الصفات عظيمها، كثير النعوت كريمها، الجميل، فهو جميل بذاته، جميل بأسمائه، جميل بصفاته، جميل بأفعاله، المؤمن، الذي هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده، الجليل، الذي له معاني الكبرياء والعظمة، ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ومن أسمائه ما يدل على أنه الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين عباده، فهو الحكيم الحكم، فكمال الحكم وكمال الحكمة لله سبحانه وتعالى. الفتاح، ومعناه الذي يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلحنا جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، علماء وولاة، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين المحسنين. اللهم تقبل توبتنا، وثبت حجتنا، واغسل حوبتنا، واغفر زلتنا، وأقل عثرتنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على عموم النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.